بتنشر السيناريوهات اللي انت بتكتبها في كتب، في صوره كتب. دي كانت تجربه متهيألي ما حدش عمل كده قبل كده، اول واحد في الجنه اول حد يعملها. مش كده؟ يعني جات لك ازاي دي؟ ايه اللي خلاك تعمل ده؟ هو يعني ايه، اولا الفكره دي جت بسبب انه لما خلصت، لما بعد هي فوضى وكذا وكذا، ابتدوا دار النشر عاوزين تنشر هي فوضى وحين ميسره ودكان شحاته. فانا من الناس اللي بعتبر ان الفيلم على الشاشه. تمام، طالما انا خلاص اتعمل مفيش داعي ان انت تقراه. بس بعد شويه واثناء جبل الحلال وهكذا، انا بكتب بانتظام كل 6 اشهر فيلم، بغض النظر بقى اتعمل ما اتعملش كده. بس اساتذتي استاذ محسن زايد والناس اللي علموني السيناريو يعني، وليهم فضل عليا كبير، كانوا بيقولوا ان السيناريو اللي ما بيتنفسش بيتحط في الدرج. فانا مش شايف برضو ان فكره ان طب ما هم تنفسش احط في الدرج ليه. فقررت ان انا انشر السيناريوهات اللي عدت عليها فتره، زي حشيشه وشماريخ واخر نفس وكذا وكذا. بس بعد شويه زهقت من دار النشر لانه حسيت ان وجع دماغ، فقلت طيب ما هو في نت. فروحت ناشر كمان 3 سيناريوهات على النت وكلهم ما تنفذوش. وما يخصنيش بقى فكره اتسرق ما اتسرقش، مش عارف ايه الكلام ده، لا يعنيني. ليه لا يعنيك؟ لا يعنيني لانه انا قلت رايي، يعني اصل الكتابه دي راي، بس ده يعني مجهود. احساس ده مجهود. انا قلته خلاص، انا قلت احساس. اتصور بقى ما تصورش ماليش دعوه. انا حبيت واحد، حب اللي انا حبيتها دي راحت اتجوزت واحد تاني، انا مالي؟ بس انا حبيت خلاص. ده انا ممكن اموت فيها. لا انا لازم لا تموت فيها ليه؟ ما تحب تاني. والله انت شايف كده؟ طبعا الـ 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 انا مش شايف كده، ده ربنا يعني، ربنا مجهزنا ان يعني احيانا يعني ممكن يعني. لا في يعني انا ممكن اعرف اكتب تاني، بس احب تاني دي صعب. اكتب تاني تاني طبعا، اصله الحب هو الحب الاولاني ده. انت عارف يعني ايه الحب الاولاني؟ لا بصراحه هو حب ربنا. فبالتالي اي تجلي هو حب، وهو حب جديد. والا ان انت خلاص هتبطل تاكل بقى وتبطل انت بتحب، لانك بتحب هذا التجلي. التجلي ده حب حد تاني. انا لازم انضم ده هو ده كده. فبالتالي لما نزلت السيناريوهات والناس ابتدت تقرا والكلام ده كله، خلاص يعني حصل لي ما هو ربنا يعني. دلوقتي اللي انا كتبت وحسيت وكذا وكذا وتمام، عملت تمه بحمد الله. انا هضيف حاجه تاني؟ لا، انا بنزله لانه ما تنفذش السينما. لما يجي لي منتج او حاجه تانية، انا بكتب بالجديد، بكتب احساسي دلوقتي اللي هو مش ممكن يكون بتاع السنه اللي فاتت. لان خلي بالك الكاتب هو موجود في مناخ متغير. اولا الله يرحمه رأفت الميمي علمني حاجه مش ممكن انساها، قال انه اللي ما يفتحش الشباك بتاعه ويبص على العالم اللي بيكتب عنهم دول ويحسهم مفيش داعي. فلان العالم على الكره الارضيه بتتغير كل ثانيه. يعني الكره الارضيه بمعنى الكره الارضيه، ما مش معناها رود الفرج ولا شبرا ولا القاهره. لا، معناها الكره الارضيه باولادها بشبابها ببناتها بكل الحاجات دي كلها. بالتطور ده اللي هو موجود في المناخ اللي متغير بشكل سريع، الكاتب اللي ما بيتغيرش ومش متطور ومش مرن مع التجليات، يبقى هو مش فاهم حاجه. يبقى هو يروح يكتب بقى في التوثيق بقى او الحاجات دي. فاهم قصدي؟ أيوة أيوة. فانا بكتب لاني خلصت. أيوة. ومستني التجلي الجديد او الحب الجديد اللي يخليني اكتب حاجه ثانيه.